السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة مستر إنجليزي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. الفيديو ده مخصص لطلبة سنة خمسة، وطبعا أي حد خارج سنة خمسة عايز يتفرج على الفيديو ده أهلا وسهلا بيه. إحنا هنعمل إيه النهاردة يا سنة خمسة؟ النهاردة إحنا هنعمل حاجة جميلة جدا، هنلم المنهج كله في ساعة إلا ربع بالظبط. طيب ليه بنعمل كده؟ يعني اعتبرها مثلا مراجعة ليلة الامتحان، هينفعك الفيديو ده او الحلقة دي هتنفعك، كذلك الحلقة دي برضو هتنفعك قبل المنهج. يعني انت زي بتعمل مثلا بري ستادينج، انت بتعمل ما قبل الدراسة، انت بتدرس المنهج فانت بتاخد فكرة عنه. طيب المنهج ده هيكون فيه ايه ان شاء الله؟ مش معنى كده ان انا مش هشتغل معاك، لا انا هشتغل معاك المنهج بامر الله زي اخواتك في سنة اولى وثانية وثالثة ورابعة وستة، وكذلك المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية إن شاء الله. الشغل شغل المناهج أو الأكاديميك ده هنشتغله في القناة، كذلك احنا هنشتغل في القناة كورسات، هنعمل كورس من البداية حتى إن شاء الله إن شاء الله الإتقان أو الاحتراف. كل الحاجات دي هتكون موجودة على قناة مستر إنجليزي. أي حاجة متعلقة في الإنجليزي إن شاء الله، متعلقة بالإنجليزي، هننقلها لحضراتكم في القناة. وزي ما قلت لك، او زي ما انت تسمعني في الفيديو بقول لك، انا عندي شغف وعندي حب للغه نفسها، لغه الانجليزي، وعاوز انقل لك الحب ده وانقل لك الشغف ده، وعاوزك انت تشاركني فيه، وعاوز اي حاجه عندي او اي حاجه نعرفها اديها لحضرتك واخلي حضرتك تشاركني فيها. فعشان كده احنا فتحنا قناه مستر انجليزي. المهم عشان بس مش نتطرق بعيد عن الموضوع، نرجع لسنه خمسه ابتدائي. زي ما قلت لك الفيديو ده هينفعك جدا. احنا هنبدا بمراجعه بسيطه على سنه رابعه، هنشرح لك بعد كده، احنا مش يعني اعتبرها ان احنا هنقرا لك المنهج بتاعك، نبسطه شويه ونفهمك كده ايه اهم حاجه فيه. conversation المحادثه، الورد تايم وقت الكلمات، البراكتس تايم وقت الممارسه اللي هنتعلم فيها قاعده، وكذلك اخر حاجه الفونكس تايم وقت الصوتيات. انت عليك 6 يونتس، عليك 6 وحدات في الترم الاول، وعليك 6 وحدات برضو في الترم الثاني. النهارده انا قاعد معاك في الترم الاول بالست وحدات الموجودين في الترم الاول، هنقراهم مع بعض ونفهمهم ونشوف كل يونت وكل وحده بتتكلم عن ايه، تمام؟ ونفهمها كده مع بعض بشكل مبسط جدا لغايه ان شاء الله ما اعمل لك الشرح التفاعلي اللي بالرسومات والتمارين لما ينزل بامر الله. انا هستخدم في الفيديو ده ملزمة صغيرة أنا عاملها المراجعة اسمها To The Stars، دي اللي أنا هستخدمها في الفيديو، وإن شاء الله هتكون مبسطة، وإن شاء الله هتخرج من الفيديو ده إن شاء الله وإنت حابب منهج سنة خمسة، إن شاء الله تكون مقبل عليه كده بروح كويسة، وإن شاء الله تلاقيه منهج سهل جدا. قبل ما نبدأ وقبل ما نروح للشرح وندخل على الفيديو بتاع الشرح، لو سمحت يعني إن شاء الله القناة دي إن كان محتواها عجبك فما تنساش تدعمني بلايك وبشير وسبسكرايب، وهتلاقي الجرس كده اضغط عليه وفعل زر الجرس عشان اي جديد اقوله او اي جديد انزله يوصلك. وبس كده يلا بينا بقى على الفيديو نشوف احنا قلنا ايه فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة مستر إنجليزي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. الفيديو بتاع النهارده ده انا حابب اعمل حاجه لسنه خمسه، الصف الخامس يعني ما عملتلوش حاجه لغايه دلوقتي على القناه، عملت الرابعه وعملت الاولى ابتدائي، وان شاء الله يعني في الخطه ان انا اعمل سته. طيب على بات ما اعمل لخمسه حاجه، فيعني لو هتاخر عليهم شويه، فانا حبيت ان انا مثلا افتح لهم تو ذا ستارز اللي هو مذكره خفيفه كده انا اعملها، ونحاول اننا نلم منهج سنه خمسه كده نقول عنه شويه كده في ساعه. هل احنا هنلحق مثلا نقول المنهج كله في عجاله سريعه؟ ممكن الفيديو ده يكون مراجعه مثلا قبل الامتحانات، وممكن يكون برضو قبل الدراسه احنا بناخد فكره عن المنهج احنا هندرس ايه السنه دي. فتعالوا كده نتعرف على منهج تايم فور انجلش 5 او منهج سنه خمسه انجليزي هيكون عباره عن ايه ان شاء الله. تعالوا نبص على المنهج كده بصة. الأول أنا بادئ تو ذا ستارز بحاجة اسمها مراجعة سريعة، أكيد مراجعة على سنة رابعة، لأن أنتوا عارفين إن الإنجليزي تراكمي، بمعنى إن أنا ببني طبعا كل سنة على قبلها. في سنة رابعة كان التركيز شوية على المضارع البسيط، خدنا المضارع البسيط في سنة رابعة ولكن طبعا بشكل سيمبل، يعني إحنا كنا بنقول في سنة رابعة
إن المضارع البسيط بيتكون من التصريف الأول مضافا إليه إس مع أصحاب الإس، ودي حاجة يعني عشان نعرف سنة رابعة ونبسط ليهم المعلومة. كنا بنقول إن أصحاب الإس هم هي وشي وإت، والاسم المفرد اللي هو السنجلر ناون، زي ما كنا بنقول مثلا I want a kitten، لكن he wants a parrot، يبقى هي كنا بنضيف إس للفيرب. طب لما باجي أنفي بستخدم don't أو doesn't، بستخدم doesn't مع أصحاب الإس اللي هما هي وشي وإت. طيب سواء استخدمت don't أو doesn't بستخدم معاهم فعل في المصدر، يعني فعل بدون إضافات، بمعنى we don't like fish بستخدم like اللي هو فعل في المصدر، أو she doesn't like hot sauce برضو استخدمت like، استخدمت infinitive فعل في المصدر. برضو عايزين نراجع على علامات الترقيم، تمام؟ امتى بنعمل الحرف كابيتال؟ لما الحرف ده يكون اول حرف في الجملة بعمله كابيتال. okay she wants a rabbit، فشوف انا عملت الاس كابيتال لان دي اول حرف في الجملة. اول حرف في اسماء الاشخاص لازم يكون كابيتال ليزر، يعني علي and منى want a lizard. شوف الايه بتاعت علي كابيتال، هي كابيتال لسببين، ان هي اسم اول حرف في اسماء، وان هي اوريدي اول حرف في الجمله. طيب منى عملت الام بتاعت منى كابيتال، اول حرف في الايام هيكون كابيتال برضو. هي بلايز فوتبول اون فرايداي، شوف استخدمت هي والاف عملتهم كابيتال. ليه الاتش بتاعت هي؟ لان دي اول حرف في الجمله. طيب ليه عملت اف فرايداي كابيتال؟ علشان ده يوم، يعني فرايداي اللي هو يوم الجمعه اول حرف في الايام، احنا متفقين اننا بنعمله كابيتال، اول حرف في الجمله واول حرف في الاسماء واول حرف في الايام. طيب اول حرف في الشهور، يعني مارش شهر مارس، فبعمل الام كابيتال. كي ام مارش كابيتال. I went to Giza in March. اول حرف في الدول وفي المدن، يعني Mona is from Egypt. Egypt. ليه؟ لأن Egypt دولة. Okay. طيب I live in Aswan. ايه أسوان؟ Capital. لأن دي مدينة. أول حرف في اللغات اللي English و Arabic. تمام؟ I like English and Arabic. ايه English و ايه Arabic. لأن دي لغة. بعمل أول حرف في اللغات Capital. طيب أول حرف في الأماكن المشهورة. This is the Alexandria Library. طبعا ده مكان مشهور. اوكي. فبعمل اول حرف فيه كابيتال، حتى لو المكان المشهور زي ما هو قدامكم مكون من كلمتين، مكون من ثلاث كلمات، بعمل اول حرف في الكلمتين او اول حرف في الثلاث كلمات كابيتال. الضمير اي اللي هي بمعنى انا في اي مكان في الجملة بتبقى كابيتال. علي and I went to Luxor. طيب امتى بنحط فول ستوب في اخر الجمله؟ لما تكون الجمله خبريه. يعني ايه خبريه؟ يعني مش سؤال، بنحط في اخرها فول ستوب. يعني she wants fish، انا ما بسالش، انا بقول جمله خبريه فبعمل فول ستوب. he doesn't want a puppy، برضو ما بسالش فبعمل فول ستوب. طيب امتى احط question mark او علامه استفهام؟ طبعا لما تكون الجمله سؤال، do you like English؟ بسأل فبعمل علامة استفهام. what is this؟ بسأل فبعمل علامة استفهام. طب أحط الكاما إمتى؟ اللي هي الفصلة السفلى اللي تحت دي، طبعا بعد yes أو no. yes he is، بعد yes أو no بعمل كاما. هنا بقول لك عند النداء بدلا من كلمة يا، يعني أنت في العربي بتقول يا لكن في الإنجليش بتخليها كاما لو سمحت. do you want fish أحمد؟ اللي هي يا أحمد. اوكي. قبل كلمة please، pass pizza please، أبي please من فضلك، حط كمان. طبعا ده كان بشكل مبسط جدا لأن دي حاجات سنة رابعة ابتدائي، يعني احنا مش بنتعمق في علامات الترقيم، احنا مش بنتعمق في البنكتويشن، لكن ده يعني مراجعة بسيطة جدا على اللي احنا أخدناه في رابعة ابتدائي. طب apostrophe اللي هي الفصلة العليا عند اختصارات بعض الأفعال، يعني هي از هتبقى هيز. اوكي. is هتبقى apostrophe is are apostrophe are e am
هتبقى ابوستروفي ام. طب بختصر نوت لا ان ابوستروفي تي. اوكي لما اقول مثلا I don't want a puppy او she doesn't want a turtle. ادوات الاستفهام لازم نكون عارفينها كويس حبايبي، لازم نكون عارفين ادوات الاستفهام كويس. ما او ماذا، what، متى، when، بسأل عن الوقت، اين، where، بسأل عن المكان، كيف، how، بسأل عن الحالة زي how are you، كيف حالك، من، who، كيف، بسأل عن الشخص تمام او الاشخاص، مين، كم عدد، how many. طبعا في ادوات استفهام كتيرة جدا، لكن انا بركز على اهم ادوات استفهام. بعد كده نيجي بقى لتايم فور انجلش 5، منهج سنه 5 ابتدائي. احنا قلنا احنا هنتكلم بسرعه، احنا مش هنشرح، لكن احنا بس بنقول ايه المنهج اللي علينا. احنا انا اعتبر دي مراجعه لبعد كده، او مثلا مراجعه لليله الامتحان، او اعتبر دي مثلا انت عاوز تعرف انجليزي السنه دي عن ايه، فانت بتقعد كده قبل المنهج وبتشوف انت هتدرس ايه السنه دي. اوكي يونت 1 الوحده الاولى قد كام سنة. طبعا مش معنى كده حبيبي ان انا مش هشرح المنهج تمام، لا انا هشرح منهج سنه 5 ان شاء الله على القناه باسلوب مبسط ودرس درس وتمارين والحاجات دي كلها تمام، لكن انا يعني بلم لك الليله كلها في حلقه واحده، وبعد كده ان شاء الله نشرح المنهج زي ما احنا متعودين. ان شاء الله القناه عندنا هنعمل منهج، هنعمل كورس، هنعمل كل حاجه تخص الانجليزي ان شاء الله هشاركها مع حضراتكم، لان انا عندي شغف باللغه الانجليزيه وبحب اللغه الانجليزيه جدا، وعايز انقل الحب ده والشغف ده بالانجليزي لحضراتكم، وعاوزكم تشاركوني في المعلومات اللي انا عارفها، ولو عند حضراتكم حاجه تكتبوها لي في الكومنتات برضو يعني استفيد من حضراتكم، فدي حاجه تشرفني جدا. نرجع بقى لمنهج تايم فور انجلش 5، منهج سنه 5 ابتدائي، الوحده الاولى كان اسمها ات ذا كامب سايت في المعسكر. فالكونفرسيشن تايم او المحادثه أو وقت المحادثه هي محادثه بسيطه جدا. البنت الصغيره دي اسمها هدى بتصحي اختها، فبتقول لها ويك اب منى، اصحي يا منى تمام. فمنى قامت، طبعا واضح ان دي تنت خيمه وهما في معسكر، فلما منى قامت فبتقول وات تايم از ات، يعني الساعه كام او ما الوقت. هدى يا، شوف انا قلت لك يا بتعملها كما، يا هدى الساعه كام يا هدى، قالت لها اتس 7 اوكلوك، الساعه 7 بالظبط. اتس تايم فور بريكفاست، ده وقت الايه، وقت الفطار. قالت جود، كويس، ام هانجري، انا جعانه تمام. راحوا هما الاثنين منى وهدى عشان يفطروا، فشمت ريحه الاكل فقالت سميلز جود، سميلز جود، ريحته كويسه جدا الاكل ده. واتس فور بريكفاست، هو في ايه على الفطار؟ قالت وي ار هافينج بينز اند ايجز، احنا هنتناول هناكل بينز اند ايجز، يعني فول وبيض، فول وبيض، هي بتحب الفول والبيض، فقالت يوم ماي فيفورت، يعني المفضله عندي او الاكله المفضله لدي. ودي كانت الكلمات المهمه في الدرس، معسكر، كامب سايت، استيقظ، اصحى، ويك اب، ما الوقت، وات تايم، الساعه لما تبقى بالظبط اقولها كلوك، يعني 7 اوكلوك 2 اوكلوك، وقت تايم اتس تايم فور بريكفاست، يعني وقت الفطار، الفطار بريكفاست، جعان، هانجري، تبدو رائحته جيده، مشم ريحه كويسه كده، اقول سميلز جود، تبدو رائحته جيده. يتناول هاف، ممكن هاف من معانيها يمتلك، وممكن من معناها يتناول اللي هو ياكل ويشرب. هاف فول، بينز بيض، ايجز، انها مفضله دي ماي فيفورت. طب كانت في جمل مهمه في الدرس زي وات تايم از ات، اتس 7 اوكلوك، انها السابعه بالظبط، اتس تايم فور بريكفاست، انها وقت الفطار، واتس فور بريكفاست، ماذا على الفطار، وي ار هافينج بينز اند ايجز، سنتناول فول وبيض. كانت جمل مهمة في المحادثة. طيب عندي سكر وسكرة بيجوا دايما يراجعوا لي على حاجات قديمة. فسكر بيقول واتس رونج، ما المشكلة؟ قالت اي كانت فايند ماي سان كريم، انا مش لاقية كريم الحماية من الشمس او كريم الوقاية من الشمس. اي كانت فايند ماي سان كريم، لا اتس نيكست تو يور كاميرا،
ما هو جنب الكاميرا. It's next to بجوار. It's next to your camera. Oh, there it is. أيوة فعلا أنا لقيته. ال work time الدرس التاني اللي هو أنشطة المعسكر. إيه الأنشطة اللي كانت بتحصل داخل المعسكر؟ يعني مثلا cook breakfast، يطبخ الفطار، حاجة بنعملها في المعسكر. طبعا مفيش أي بقى تكنولوجيا وموبايل والحاجات دي هناك، لا. cook breakfast، طيب laugh يضحك، joke نكتة، طيب laugh at jokes يضحك على النكت، تمام، نقول نكتة كده ونقعد نضحك عليها زي البنت دي كده. play cards يلعب كوتشينة، هم الولاد دول قاعدين بيلعبوا كوتشينة. طب tent يعني خيمة، clean the tent ينظف الخيمة، clean the tent. طب يتسلق يعني climb، climb زي الولد ده. جبل يعني mountain، طب يتسلق جبل climb a mountain، climb a mountain. شروق الشمس sunrise، طب يشاهد شروق الشمس زي البنت دي كده watch the sunrise، watch the sunrise. قصص يعني stories، stories. طب يستمع إلى القصص، نقعد كده يعني حوالين واحد أو واحدة بيحكي لنا قصص وحواديته. listen to stories، listen to stories. طيب بص هنا للنشاط ده، حلة pot، طاسة pan، يغسل wash. طب يغسل الحلل والطاسات أو أواني الطهي wash the pots and pans، wash the pots and pans. طيب listen 3 الدرس الثالث في الوحدة، كنا بنتعلم نسأل بديد، تمام، نسأل باستخدام did في زمن الماضي البسيط. did في أول الجملة معناها هل، وبالتالي الإجابة هتكون يا يس يا نو. يعني أما أقول لك هل بتقول لي يا يا لا. أنا ما بستخدمش did إلا لما يبقى الزمن ماضي بسيط، يعني ما ينفعش أستخدم did في المضارع أو أستخدمها في المستقبل، لا. تستخدم did دي أستخدمها لما يبقى الزمن ماضي، يعني ما ينفعش أقول هل أنت تحب أو هل أنت ستذهب فأستخدم did، لا طبعا، لما يبقى ماضي بس. بستخدم مع did فعل في المصدر. يعني إيه فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون إضافات. أوكي؟ الفعل في المصدر هو الفعل بدون إضافات، يعني ما ينفعش أقول مثلا did he likes، لا. ما ينفعش أقول did he went، لا. لازم أستخدم فعل في المصدر، أقول like، did he like أو did he go، أستخدم فعل في المصدر. يعني بص هنا كده للأمثلة دي، did she clean the tent، هل هي نظفت الخيمة؟ شوف استخدمت clean فعل في المصدر، فالإجابة yes she did، أيوة نظفت الخيمة، yes she did. طبعا لو no بزود، لازم أزود not. بص هنا للسؤال ده، did you wash the pots and pans، did you wash the pots and pans، هو انت بتغسل الاواني؟ طبعا ده ما بيغسلش الاواني، ده بيتسلق جبل. فقال no I didn't، تمام. وبعدين قال لنا هو بيعمل ايه، I climb the mountain. لاحظ ان السؤال كان بديد فالاجابه بديد او didn't، يعني ما اقولكش مثلا did you wash فتقول لي no I don't او no I wasn't، لا انا سالتك بديد، جاوب بديد. الافعال المنتظمه بيكون ماضيها باضافه ed، يعني play played، visit visited. اوكي طب لو اخرها ايه اساسا، بضيف دي فقط. الدرس الرابع في الوحده كان فونكس تايم، وقت الصوتيات، شا شير، شا فيش، ماذر. اوكي خلي بالك من الذا، ذا ماذر، ثري بريد، بريزنت، جرين تري، طبله، فروم يبكي، كراي. هي مراجعه على فونكس سنة رابعة. الزحليقة سلايد، الطائرة بلين، زهرة فلاور، معلقة سبون، يعطس سنيز، يبتسم سمايل، طبق دش، جبنة تشيز، قميص شيرت. كانت مراجعة على فونكس سنة رابعة. طيب بعد كده يونت 2 الوحدة التانية، الوحدة التانية بقى مش في المعسكر، لأ الوحدة التانية في الملاهي، اسمها كده at the amusement park، يعني في حديقة الملاهي. بص كده للconversation، للمحادثة. البنت دي بتقول it's so hot، الجو حر جدا، I'm really thirsty، أنا عطشانة جدا أو حقا.
فالولد قال لها مي تو مي تو وانا ايضا. وبعدين اقترح قال لها ليتس جيت سام جوس، استخدم ليتس للاقتراح وبيجي مع بعد ليتس فعل في المصدر ليتس جيت، يلا نحصل على سام جوس بعض العصير. بعدين راحوا للراجل اللي بيبيع عصير فبيسألهم بيقول لهم what kind of juice do you want، ما نوع العصير اللي انتوا عاوزينه؟ فالولد قال pineapple juice please، عصير اناناس. يبقى what kind يعني ما نوع، what kind of juice do you want، قال له pineapple juice please، عصير اناناس من فضلك. تمام، طب اتفضل عصير الاناناس بس عاوزين نحاسب. فالولد مش معاه مال كافي او مش معاه فكه، فقال I don't have enough money، انا مش معايا فلوس تكفي. فهنا البنت بتقول له that's okay، لما تبقى مفيش مشكله اقول that's okay، حسنا الامر على ما يرام. It's my treat، ده تعبير يعني it's my treat يعني انه على حسابي، الكلام ده على حسابي، واجب عليا انا، ده على حسابي. اوكي، وبعدين دفعت الفلوس وبتدي له العصير، بتقول له here you are، شوف اتفضل here you are، تفضل. فهنا الولد قال لها thanks a lot يعني شكرا جزيلا. ادي الكونفرسيشن، الكلمات اللي كانت موجوده hot حار او حران، really حقا، thirsty عطشان، me too وانا ايضا، هيا بنا let's يحصل على get عصير جوس، ما نوع what kind، لما قلنا what kind of juice ما نوع العصير، يريد want اناناس pineapples pineapple كافي enough مال او نقود money، حسنا that's okay انه على حسابي it's my treat تفضل here you are شكرا جزيلا thanks a lot. حديقة الملاهي amusement park، عايز اقول لكم ما تركزوش مع اي صوت بيجي من بره من الشارع، لان انا يعني حرفيا انا بعاني، يعني لو سمعتوا اي حاجه غريبه فيعني عدوا تمام، يعني ما تبقوش معايا. شوف الجمله دي I don't have enough money، انا مش معايا فلوس كفايه، زي ما الولد كان قالها في المحادثه، الراجل ده واضح ان هو فعلا مش معاه فلوس خالص، وعندي سكر وسكره جايين عشان يلاجعوا. فسكر بتقول ايه smells gold، What's سكر بيقول smells good what's for lunch، هو في ايه النهارده على الغدا؟ فبتقول له we're having spaghetti، احنا هناكل مكرونه طويله. يام ماي فافوريت ماي فافوريت يعني مفضلتي. بعدين here help yourself يعني اتفضل بقى ساعد نفسك وخد راحتك وايه وكل براحتك خالص يعني. طيب عندي بعد كده unit 2 الword time وقت الكلمات، الانشطه بقى اللي بتحصل في الملاهي، يشرب drink عصير جوس، طب بيشرب عصير drink جوس في الملاهي في الحديقة دي، بنجيب عصير ونشربه، يفوز win جايزة prize، يفوز بجايزة win a prize، يرى see عرض show، يرى عرض see a show، يشتري buy تذكرة ticket، طيب يشتري تذكرة buy أو يشتري تذاكر buy tickets، يأكل eat حلوى قطنية cotton candy اللي احنا بنسميها غزل البنات، يأكل حلوى قطنية eat cotton candy، يركب لعبة في الملاهي يتمرجح كده go on a ride، الغداء lunch، طب يتناول الغداء have lunch، يأخذ أو يلتقط take صورة picture، طب يلتقط صور take pictures، ودي الايه بالصور بقى، ادي يشرب عصير drink juice، يفوز بجائزه win a prize، يرى عرض see a show، يشتري تذاكر buy tickets، ياكل حلوى قطنيه eat cotton candy، يركب لعبه في الملاهي go on a ride، يتناول الغداء have lunch، يلتقط صور take pictures. القاعدة بتاعت يونت 2 بنقول إن في أفعال لا تتبع قاعدة الإيدين، يعني ما بنحطلهاش إيدي لما أجي أعمل ماضي، تمام؟ الأفعال دي بسميها الأفعال الشاذة، الأفعال غير منتظمة، لأنها لم تنتظم على قاعدة الإيدين، يعني ما سمعتش الكلام، يعني بقول لها مثلا خدي إيدي عشان تبقى ماضي، فقالت لأ، فسميناها أفعال غير منتظمة. زي مثلا أمثلة لبعض الأفعال، الفعل مثلا drink يشرب،
الماضي منه drank وليس drinked. okay drink drank عشان كده drank juice شرب عصير. يفوز وين؟ الماضي فاز won فاز بجائزة won a prize. يرى see طب رأى saw طب رأى عرض saw a show saw a show. يشتري buy اشترى bought اشترى تذاكر bought tickets ماضي. يأكل eat طب أكل ماضي ate. طيب أكل حلوى قطنية at cotton candy. يذهب go طيب ذهب went. okay طب ركب لعبة في الملاهي مش هنقول go بقى هنقول went on a ride. يتناول have أمال الماضي تناول had تناول had. طيب تناول الغداء had lunch. يأخذ take أمال أخذ took. طب أخذ الصور أو التقط الصور took pictures. وبعدين عملنا ثلاث أمثلة بسيطة يعني she ate cotton candy he won a prize they saw a show. طب نفي الماضي أنا بنفي الماضي بكلمة didn't. لما يبقى عندي فعل ماضي وعاوز أنفيه أقول ما حصلش أحط كلمة didn't وبعد didn't أحط فعل في المصدر. ليه؟ لأنه دايما مع do does و did بستخدم فعل في المصدر. يعني مثلا she didn't eat مش ate. لما اشوف دو او داز او ديد بستخدم معاهم فعل في المصدر يعني فعل بدون اضافات وما ينفعش استخدم فعل ماضي مع دو او داز او ديد. She didn't eat cotton candy. He didn't win. برغم انها ماضي بقولش won. He didn't win a prize. They didn't see a show. طيب الفايكس في او الصوتيات كانت خبزة بيكت فعل ماضي خبزة بيكت تمام قطع شبط قبل كست اتصل كولد نظف كلين لعب بلايد غسل ووشت تحدث توكد تسلق كلايمد مشى ووكد طبخ كوكت استمع لسند. طبعا الكلمه اللي جايه ملهاش علاقه بالحاجات دي خالص لكن يعني حطيناها لان كانت موجوده في الدرس فطيره هاي. كان الدرس ده بيتكلم من الاي دي يعني ممكن يبقى ليها تلات نطق مختلف اد او دا او تا. طيب الوحدة التالتة اللي كانت اسمها around the house يعني حول المنزل. فالولد ده شاف مامته شايلة حاجة تقيلة فبيقول لها let me help you mom اسمحي لي اساعدك يا ماما. هي قالت له thanks شكرا be careful يعني كن حذرا it's heavy انها ثقيلة او انه ثقيل الصندوق ده تقيل. فقال لها no problem مفيش مشكلة يا ماما I'm strong انا قوي يا ماما انا اقدر اشيله. قالت له yes you are ايوة انت قوي بس هو ما كانش careful ما كانش حذر ما كانش باصص قدامه فوقع. قال help ساعدوني النجدة قالت watch out انتبه لكن خلاص هو وقع. فجريت عليه بتقول له are you okay هل انت بخير انت كويس. قال لها I think so انا اعتقد ذلك يعني انا اعتقد اني كويس but look at my skateboard ولكن انظري الى لوح التزلج بتاعي كسر. بعد كده عندي كلمات الوحدة اسمح لي let me بيجي وراها فعل في المصدر let me help اسمح لي اساعدك let me help you دعني اساعدك كن حذرا be careful ثقيل heavy لا توجد مشكلة no problem قوي strong انتبه watch out هل أنت بخير are you okay فالرد I think so أعتقد ذلك. ينظر إلى look at لوح تزلج skateboard كالعادة عندي سكر وسكرة جايين عشان يراجعوا معايا. ففي هنا راجل كبير معرفش اسمه ايه يعني ممكن يسميه سكاكر بيقول لهم what kind of juice do you want ما نوع العصير انتوا عاوزينه. فقال له orange juice please عصير برتقال من فضلك. I don't have enough money انا مش معايا فلوس. فسكر قالت له that's okay حسنا it's my treat انه على حسابي. طب الوحدة دي كان اسمها around the house حول المنزل فهناخد يعني حاجات بتحدث في المنزل زي يرتب السرير make the bed.
الفعل يكنس يعني sweep الأرضية يعني floor. طيب يكنس الأرضية sweep the floor، يقوم بالغسيل do the laundry، يضع الشيء في مكانه يعني put away. طيب مشتريات البقالة، الحاجات اللي بجيبها أو بشتريها من البقال اسمها groceries. طب يضع مشتريات البقالة في مكانها، أحط مثلا الزيت في مكانه والسكر في مكانه والمكرونة في مكانها، اسمها كده put away the groceries. يطعم feed. طب الحيوانات المنزلية pets، يبقى يطعم الحيوانات المنزلية feed the pets. يتخلص من take out، يطلع حاجة بره تخلص منها ارميها. طيب كلمة القمامة rubbish، عشان كده بنقول take out the rubbish. يعلق hang up الملابس clothes، يعلق الملابس hang up the clothes. يجهز المائدة عشان ناكل set the tables، set the tables. هما هنا موجودين بالصور، يرتب السرير make the bed، يكنس الأرضية sweep the floor، يقوم بالغسيل do the laundry، يضع مشتريات البقالة في مكانها put away the groceries، يطعم الحيوانات المنزلية feed the pets، يتخلص من القمامة take out the rubbish، يعلق الملابس hang up the clothes، يجهز المائدة set the table. بعد كده كنا بنتعلم نسأل what في زمن الماضي البسيط. طبعا احنا مركزين في سنة خمسة على الماضي، غير سنة رابعة كنا مركزين على المضارع البسيط. طب علشان أسأل what، بعد what بجيب الفعل المساعد did، يعني أقول what did. Okay. بعد what did بحط الفاعل بتاع الجملة، يعني what did أحمد أو what did منى أو what did he أو what did she. بعد كده بستخدم فعل في المصدر، ما ينفعش ماضي لأن احنا اتفقنا إن أنا بستخدم مع do does did فعل في المصدر. يعني مثلا ماذا هو فعل، يبقى what did هو يعني he، يبقى what did he do. ليه do فعل في المصدر؟ عشان did موجود. what did she do يعني هي عملت ايه. what did they do يعني هم عملوا ايه. what did you do يعني انت عملت ايه. طب لما اجي اجاوب يعني مثلا what did he do، هو عمل ايه. طب هو عمل ايه، اقول هو بيرتب ولا هو رتب؟ لا هو رتب، هستخدم فعل في الماضي. ليه؟ لان السؤال ماضي. اوكي. طيب افعال الدرس دي كلها افعال شاذة غير منتظمة، يعني ما بتتبعش قاعدة الايدي، يعني make made sweep swept، يكنس sweep كنس swept، يفعل do لما قلنا do the laundry، كذلك did the laundry قام بالغسيل، but ماضيها but، طالما مش حطينا ايدي يبقى الفعل ده regular فعل شاذ او فعل غير منتظم. feed ماضيها fed. تمام. feed the pets يبقى fed the pets. take ماضيها took يبقى نقول took away the groceries. hang ماضيها hung، hung up the clothes. sit يجهز، يجهز set the table، جهز المائدة. البنت دي بتعمل ايه؟ what did she do؟ الإجابة she swept the floor. طب ليه مش sweep؟ لأن أنا بسأل في الماضي أجاوب في الماضي. طب what did they do؟ دول بيعملوا ايه؟ ماذا يفعلون؟ طبعا واضح إن هما بيغسلوا. they did the laundry، هما قاموا بالغسيل. طب what did you do؟ انتي بتعملي ايه او انتي عملتي ايه؟ قالت I fed the pets، انا اطعمت الحيوانات الاليفة او الحيوانات المنزلية. الفونكس تايم dusted، نفض الغبار. invited، دعا. greeted، قدم تحية. planted، زرع. waited، انتظر. weeded يعني أزال الأعشاب الضارة. roasted، شوى. counted، عدى. baked، خبز. painted، دهن. wanted، أراد. shouted، صاح. cooked، طبخ. برضو نشوف نطق الإيدي. dust، نفض الغبار. ده بقى المضارع بقى من الأفعال الماضية دي، المضارع بتاعهم هنا. بعد كده عندي ريفيو، طبعا بعد اول ثلاث وحدات بيبقى فيه ريفيو مراجعه على الثلاث وحدات اللي فاتوا، كذلك هيبقى فيه برضو من خلص سنه 4 و5 و6 هيكون برضو فيه ريفيو على الوحدات الثلاثه دول. عندي بعد كده يونت 4 الوحده الرابعه اللي هي ان تاون، في المدينه، اسم الوحده كده في المدينه. طيب
الدرس الأول عبارة عن محادثة دارت في شارع من شوارع المدينة، تمام؟ الراجل ده وهو ماشي مع أولاده في الشارع فبتقابله بنت، البنت دي كانت سائحة أو غريبة أو أي حاجة، فبتقوله اكسكيوز مي، معذرة، I am looking for the museum، تمام؟ I'm looking for the museum، أنا ببحث عن المتحف. Is it far؟ هو المتحف ده بعيد؟ قال لها not really، يعني ليس كثيرا، لا مش كتير، المتحف مش بعيد. وبعدين بدأ يوصف، قال لها walk two blocks، امشي two blocks يعني عمارتين، عدي كده عمارتين، بعد كده turn right، حودي يمين، it's on the left، هتلاقي المتحف ده على اليسار. طبعا هي اتلخبطت، انت بتقولي يمين وشمال وبتاع، فبتقول له، بتقول له ايه؟ بتقول له did you say، احنا قلنا did يعني هل، did you say turn right or turn left، وانت بتقول احود يمين ولا احود يسار؟ لا turn right، حود يمين، it's on the left، هو على اليسار. قالت له thank you very much، شكرا جزيلا. قال لها you're welcome، have fun، على الرحب والسعة. وبعدين have fun يعني قضي وقتا ممتعا. كلمات الدرس excuse me، معذرة، look for، يبحث عن، museum، متحف بعيد، for، ليس كثيرا، not really، يمشي، walk، عمارة، block، يستدير، turn، يمين، right، يسار، left، يقول، say، كثيرا جدا، very much، على الرحب والسعة، you're welcome، استمتع بوقتك، have fun، سكر وسكرة هيراجعوا معايا، سكر وقع تقريبا في مشكلة أو حاجة، فسكرة بتقول له watch out، انتبه، قال ouch، اللي هو اي صوت الايه، ما حاجة توجعني أو اتخبط، فبتقول له are you okay، هو أنت كويس، هل أنت بخير؟ قال لها I think so، أعتقد ذلك، but look at the groceries، بس بص كده على مشتريات البقالة اللي معايا كده. طيب بعد كده عندي الورد تايم، وقت الكلمات، إن كانت الوحدة اسمها في المدينة، فنشوف بقى الكلمات أكيد بتحدث في شوارع المدينة، موجودة هنا الكلمات بالصور، تعال نشوف، بص عليها كده بالصور. يرى فيلم، سي فيلم، ممكن اشوفه مثلا في بيتنا، وممكن اذهب الى السينما زي مثلا موجود في الكتاب. يركب الاتوبيس، رايد ذا باس، ياخذ تاكسي، تيك ا تاكسي، تمام. يزور صديق، اروح اخبط كده الباب على صديقي، فيزيت ا فريند، فيزيت ا فريند. طيب يشتري ايس كريم، باي ان ايس كريم. يحمل فيديو، داونلود ا فيديو، داونلود فيديو. يحصل على قصة شعر أو يروح يحلق مثلا أو من قصة، get a haircut. يرسل إيميل، مثلا روح سايبر وأقعد عشان أبعت إيميل، send an email. الجرامر هنا بقى ملوش علاقة بالماضي، بيقول إيه؟ بيقول إحنا اتكلمنا السنة اللي فاتت على المضارع البسيط في السنة الرابعة، السنة دي اتكلمنا على الماضي البسيط في الوحدات اللي فاتت. طب دلوقتي احنا هنتكلم على المستقبل، طب هناخد انهي زمن في المستقبل؟ هم اتنين، لا احنا هناخد المستقبل القريب، خلي المستقبل بسيط شوية. المستقبل القريب ده بيتكون من تلات مكونات، اللي هم اول مكون am is are، بعد am is are بتحط going to، هنا معناها سوف، يبقى am going to او is going to او are going to، بعد كده بتستخدم فعل في المصدر، يعني فعل بدون اضافات برضه، تمام. يعني مثلا بقول لي هنا بالنسبه ل am و is و are، معروف قوي ان am مع I، I'm، و he و she و it بياخدوا is، و you و they بياخدوا are. بعد ما بعمل I'm او he is او she is او it's او you are او we are او they are، بعد كده بحط going to، اوكي. يعني اقول مثلا I'm going to او he is going to او we are going to، بعد كده بستخدم فعل في المصدر. يعني مثلا بص الجملة هنا، I'm going to visit a friend، أنا هزور صديق، she's going to download a video، يعني هي هتحمل فيديو، يعني دي is و أدي going to، أدي الإنفينيتيف هو الفعل في المصدر. We're going to ride bus، إحنا هنركب الأتوبيس، سوف لسه هنركب الأتوبيس. طب أنا بنفي المستقبل القريب إزاي؟ أنا بحط not بعد is و خلاص كده أنا فيت المستقبل، بس يعني he is هتبقى he is not، بس كده. يعني he is not أو he isn't، he isn't going to send an email، هو مش هيبعت email،
طب we are going to buy an ice cream لما نيجي فيها تبقى we aren't going to buy an ice cream. طب انا هحصل على قصة شعر I am going to get لا انا مش هحصل على قصة شعر I'm not going to get a haircut. الفونكس هنا كان الفاينل اللي في الاخر تيرتل بايسكل شوف نطقها عجله بايسكل سلحفاه تيرتل زجاجه بوتل خنفسة بيتلز شمعة كاندل بركة مية بادل عم أو خال أنكل المنتصف ميدل صغير ليتل ماشية كاتل سرج الحصان سادل تفاحة أبل يونت 5 الوحدة الخامسة كان اسمها at the food festival يعني في مهرجان الطعام. المحادثة بتاعت الوحدة الخامسة حفلة أكل أو مهرجان أكل. فالبنت بتقول للولد what are you eating أنت بتاكل إيه؟ قال لها fried rice رز محمر try some جربي شوية منه it's good هتلاقيه كويس خالص قلت له no thanks لا شكرا لا come on قعدت تحل عليها come on هيا just a little يعني ولو قليل ولو شوية صغيرة كي طب ماشي قالت له alright but not too much بس ما تحطش كتير قال لها here you go تفضلي لما أكلت الفرايد رايس قالت hey it's delicious إنه لذيذ قال لها I told you so يعني أنا قلت لك الكلام ده قبل كده وأخبرتك ذلك. كلمات المحادثة food طعام eat يأكل رز رايس فرايد رايس يعني رز محمر يجرب try جرب بعضه try some هيا come on ولو قليل just a little حسنا alright ولكن but كثيرا جدا too much تفضل here you go لذيذ delicious أخبرتك ذلك I told you so وكذلك العادة عندي سكر وسكرة جايين عشان يراجعوا معايا فهنا سكرة بتقول what did you buy انت اشتريت ايه قال لها I bought some apples انا اشتريت بعض التفاح do you want one عايزة واحدة تفاحة قالت له yes please اه لو سمحت من فضلك thank you very much شكرا جزيلا طبعا كده واضح قوي ان السؤال والايه والاجابة واضح جدا كمان ان في استخدام بأدب يعني كلمات yes please لو عايز حاجة أقول please أقول thank you very much شكرا جزيلا يعني لما أجي أشكر واحد إداني حاجة فبشكره طب واحد بيشكرني أقول you're welcome على الرحب والسعة وهكذا. الكلمات هنا بقى مكرونة طويلة spaghetti بطاطس مقلية french fries سلطة خضراء green salad كباب كباب دجاجة مشوية طبعا الكلام كله بقى ليه علاقة بالأكل دجاجة مشوية barbecue chicken ساندويتش برجر بيف برجر عصير ليمون ليموناد عصير برتقال اورنج جوس طبعا مهرجان اكل بقى فايه فكله اكل وشرب. اوكي القاعده هنا برضو بنستخدم going to اللي هو المستقبل ونقول what are they going to do هما هيعملوا ايه what is he going to do هو هيعمل ايه ماذا سوف يفعل what is she going to do يعني هي هتعمل ايه what are they going to do هم هيعملوا ايه what is he going to have تمام يعني هو هيتناول ايه what is she going to have انا اسف هنا what are they going to have يبقى في do في have what بعد what بنجيب are او is لو they تاخد are طب he و she و it وكذلك يخطو is بعد كده بتجيب they و he و she وكذلك بتجيب going to بعدين do او have هم هيعملوا ايه او هم هيتناولوا ايه يعني بص للسؤال ده الولد ده هياكل بيف برجر فبنقول what is he going to have هو هياكل ايه يبقى he is going to have beef burger ماذا سوف يتناول سوف يتناول بيف برجر. بالنسبة للفونكس بتاعت الوحدة بثرة او فقاعة فليستر زبدة بتر العشاء دينر استاكوزا بستر ام ماذر نم تايجر اخت سيستر سباح swimmer أب father مسطرة ruler ممحاة ستيكة يعني razor إصبع finger قلم توضيح marker فلفل pepper خيار cucumber ماء water
نيجي بقى على آخر وحدة، يونت 6، الوحدة السادسة، during the year، أثناء العام أو على مدار العام. conversation واضح إنها دارت في المدرسة. فالولد ده بيسأل بنتي دي، بيقول لها what's your favorite subject، إيه مادتك المفضلة؟ قالت له I like math، بحب الرياضيات، it's fun، الرياضيات دي ممتعة. فقطعت بنت عليهم الحوار فقالت excuse me، معذرة، where is the library، أين المكتبة؟ لا go straight، امشي على طول، it's across from the music room، إنها أمام حجرة الموسيقى، مقابل حجرة الموسيقى. تمام، فبتسمع الكلام هي ولازم تشكرهم، thanks، شكرا، أو لا you're welcome، على الرحب والسعة. بعد كده سمعوا صوت جرس، تقريبا جرس الحصة أو جه وقت الحصة. فالبنت قالت oh it's time for art class، ده وقت حصة الرسم. فالولد مبسوط جدا وقال great، عظيم، that's my favorite، لأن دي الحصة المفضلة عندي. كلمات الدرس مفضل، favorite، مادة دراسية، subject، حساب، math، متعة أو ممتع، fun، مكتبة، library، امشي مباشرة، go straight، مقابل، across from، موسيقى، music، غرفة الموسيقى، music room، رسم، art، حصة الرسم، art class، إنه وقت حصة الرسم، it's time for art class، عظيم، great. كانت في جمل مهمة في الدرس زي مثلا ما مادتك المفضلة؟ What's your favorite subject؟ أنا أحب الحساب، I like math. أين المكتبة؟ Where is the library؟ إنها مقابل حجرة الموسيقى، It's across from the music room. إنه وقت حصة الرسم، It's time for art class. هنيجي بقى لسكر سكر، المرة دي معاهم مستر، فبيراجعوا معانا. فالسكر بيقول I put away the box، أو المستر، لا السكر فعلا بيقول I put away the box، أنا بحط الكتب في مكانها. سكرة بتقول and I swept the floor، هنا I put هنا ماضي، أنا حطيت الكتب في مكانها. قالت له فسكرة قالت and I swept the floor، وأنا كنست الأرضية. واضح إن هما الاتنين شطار جدا. فالمستر بيقول لهم thank you very much، شكرا جزيلا. كلمات بقى بتاعت الورك تايم، وقت الكلمات، يعني الصيف summer. طب في فصل الصيف ايه اللي بيحصل؟ حاجات كتيرة. طب يلا ناخد كلمات كده، شاطئ beach، طب يذهب الى الشاطئ go to the beach، يبني build، رمل sand، قلعة castle، يبني قلعة رملية build a sand castle، الشتاء winter، يتزحلق على الجليد في الشتاء go skiing، الربيع spring، سهرة flower، يزرع زهور plant flowers، الخريف fall لمعنى تاني autumn، بس هما هنا جايبينه في المنهج هنا fall، يقطف التفاح pick apples، أوراق الشجر leaves، يلعب في أوراق الشجر play in the leaves. في كلمتين تانيين برضو هنبقى نستخدمهم في القاعدة، كلمة well وكلمة want. وهنا الكلمات برسومات، ادي الصيف summer. طب ايه اللي بيحصل في الصيف؟ go to the beach، بيروح الشاطئ، و build a sand castle، بيبني قلعة رملية. الشتاء winter، طب ايه اللي بيحصل في الشتاء winter؟ ادي مثلا go skiing، يتزحلق على الجليد. الربيع spring، طب ايه اللي بيحصل في فصل spring؟ الربيع يزرع زهور plant flowers. الخريف fall، طب ايه اللي بيحصل في فصل الخريف؟ pick apples، يقطف التفاح، و play in the leaves، يعني يلعب في اوراق الشجر. اتنين دول بيحصلوا في فصل الخريف. طيب الجرامر بتاع الوحدة الأخيرة كان بيتكلم على زمن المستقبل، ولكن ليس المستقبل القريب اللي بستخدم فيه going to، لا ده المستقبل البسيط اللي بستخدم فيه will و want. بحط will وبعدها فعل في المصدر، يبقى أنا كده عملت مستقبل. تمام، ممكن will اختصرها لأبوستروفي ال، يعني مثلا I will plant، أدي will وراها فعل في المصدر، يعني أنا ها أزرع، ده مستقبل. I will plant flowers in the spring، أنا هزرع زهور في الربيع. طب ممكن هنا تيجي مختصرة، يعني أبوستروفي اللي قال زي المثال اللي تحت ده، He'll pick apples in the fall، يعني هو هيقطف التفاح في الخريف. طب بنفي will و want، طب هل أنا مثلا هتزحلق على الجليد في الصيف؟ طبعا لا، يبقى she won't، هي لن،
go skiing in the summer. هي مش هتتزحلق على الجليد في الصيف. المثال اللي تحتي they want to play in the leaves in the winter. هما مش هيلعبوا في أوراق الأوراق الشجر وأوراق النبات في الشتاء، لأن الحاجة دي بتبقى في فصل الخريف. لاحظ بعد will want بجيب فعل في المصدر فعل بدون إضافات، دي حاجة مهمة جدا عشان تسأل في زمن المستقبل بسيط. بتقول what will he do، what will he do، هو هيعمل إيه، وليكن مثلا أو what will he do in the summer، هو هيعمل إيه في الصيف. أكيد he will go to the beach. الفونكس تايم وقت الصوتيات، الخريف فول، الغسيل لونري، يزحف كرو، يتحدث توك، طبق الفنجان سوسر، يرسم درو، تبشير شوك، حائط وول. ده منهج سنة خمسة للترم الأول كامل، حاولت ان انا يعني بقدر الامكان ان انا ابسطه كتير خالص علشان يعني ألم المنهج كله في الساعة دي. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد والمحتوى مثلا عجبك، ولو سمحت لو أنت كملت الآخر الفيديو ووصلت معايا اللحظة دي، والله أنت بطل وأنا سعيد جدا بيك، ويعني فرحان جدا أن أنت كملت الوقت ده في الفيديو كده. إحنا خلصنا، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.